واخيرا جبت لكم اقوى طريقه في العالم عشان تقدر توقف كل الاعلانات اللي بتظهر لك عندك على الموبايل، سواء كانت الاعلانات دي بتظهر لك وانت عمال بتشغل على جوجل كروم او انت شغال على الموبايل عادي او جوه اي برنامج عندك على الموبايل. من الاخر كده انسى ان انت يجيلك اعلانات تاني. مش بس كده، في حاجه كمان جامده جدا جبتها لك في الفيديو ده، ازاي تقدر تشغل اي فيديو من على اليوتيوب حتى لو 10 ساعات من غير ما يجيلك اعلان واحد. كل اللي عليك ان انت تتابع معايا الشرح خطوه بخطوه، ما تجريش الفيديو عشان الطريقه تنجح معاك. حاجه رقم 2 ان انت دلوقتي تعمل لي لايك وتكون واحد من اللي هيساعدوني اوصل لحد 100,000 مشترك قبل نهايه السنه دي. بس كده عشان ما اطولش عليكم، يلا بينا ندخل في الشرح. ونبدأ كده يا شباب ونصلي الأول على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هسيب لك لينك التحميل الخاص بالبرنامج موجود تحت في الوصف وفي أول تعليق مثبت. في منه نسختين البرنامج ده، في نسخة مدفوعة وفي نسخة مجانية. النسخة المدفوعة دي اللي أنا هسيبها لك في الوصف تحت، تقدر تحملها وفي أول لينك مثبت، دي قيمتها تقريبا 10 دولار، أنا جايبها لك فري. هنبدأ كده يا شباب ندخل على البرنامج، بعد كده هنضغط هنا سماح، بعد كده هنا هنوافق على الشروط والأحكام وهنقول له continue. للأسف يا شباب البرنامج متوفر باللغة الإنجليزية بس، مش متاح باللغة العربية، فطبعا هنحاول إن احنا نمشي كده مع بعض في الخطوات كده بالراحة وأنا هفهمك الدنيا فيها إيه. زي ما انتم شايفين يا شباب شريط فيه شوية أيقونات فوق، وفي تحت شريط برضو فيه شوية أيقونات، هنشرح مع بعض إزاي هنقدر نظبط البرنامج لأفضل إعدادات موجودة. زي ما قلت لك دي نسخة برو، يعني كل حاجة متاحة فيها وشغالة. تمام يا شباب، لو ظهرت لك الأول الإشعار اللي هو نوتيفيكيشن بتاع الـ HTTPS ده، تمام، هنقول له هنا إنيبل، بعد كده هنا هنقول له نيكست، بعد كده هنا هنقول له نيكست تاني، بعد كده سيف. تمام يا شباب، بعد كده سماح. أظن الموضوع سهل جدا جدا جدا، هيطلع لي هنا اسم الفولدر تحت كده، انا هقول له حفظ. بعد كده هنرجع تاني يا شباب بقى على الصفحة الرئيسية بتاعتنا. اول واحدة فوق دي اول علامة زي ما انتم شايفين كده، العلامة دي بتاعة الاد بلوك، دي اللي بتحجب الاعلانات، بتحجب الاعلانات سواء من المواقع سواء من المنتديات سواء من اي تصفح خلال جوجل كروم، بتوقف لك الاعلانات خالص. هتفتح هنا وتتأكد ان كل ده كده شغال. بعد كده هنرجع هنا، علامة العين دي برضو يا شباب دي من الافضل ان احنا نفتحها عشان دي بتلغي خاصية التتبع. هنيجي تحت هنا هنلاقيها موجود هنا كام اختيار، وهي على اول اختيار اللي هو ستاندرد، فاحنا هنسيبها زي ما هي خالص، مش هنيجي جنب اي حاجة تانية. بعد كده هنرجع بالشكل ده. التالتة دي يا شباب برضو هنسيبها مفتوحة ما نقفلهاش، وهقول لكم برضو دي بتاعة ايه عشان انت تبقى فاهم. دي اللي هي بيحجب معاك البوب اب والويدجت والكلام ده كله، الكوكيز اللي بتجيلك من المواقع، البانرات، يعني زي ما انت شايف بلوك ويدجت، بلوك موبايل اب بانرز، بلوك بوب ابس، كل الكلام ده كده يا شباب هو بيحجبه، فتتاكد ان كل دي بتكون مفتوحه. هنيجي هنا عند اخر ايقونتين يا شباب، الايقونه رقم 4 اللي هي علامه الشعلة والايقونه اللي بعدها. الايقونه بتاعت الشعلة دي يا شباب ديت مخصصه ان هي تقول لك استخدامك قد ايه في البرامج، يعني انت كل برنامج استخدمته قد ايه. فانا شايف ان انت ما تفتحهاش، سيبها زي ما هي. والاخيره دي الخاصه بالفي بي ان، وانا بقول لك برده ما تشغلهاش طالما انت مش محتاج لها. تمام كده يا شباب، كده خلصنا الجزء اللي فوق. نبدا بقى ندخل على الجزء اللي تحت. اول واحده علامه الهوم دي اللي هي الصفحه الرئيسيه، تاني واحده علامه الصح دي كده لو دخلنا عليها، دي البروتكشن اللي احنا فتحناه. هنيجي كل الكلام اللي فوق ده احنا شرحناه قبل كده، فاضل حاجه واحده تحت خالص واللي هي بلوك ادز اون يوتيوب، دي طبعا طريقه ايقاف اعلانات اليوتيوب. طيب كل اللي عليك ان انت بتعمل ايه؟ لو ضغطنا عليها هنا بيقول لك التعليمات اللي انت هتقدر توقف اعلانات اليوتيوب عن طريقها. طيب ازاي هقدر اوقف الاعلانات دي يا باشمهندس؟ هقول لك ارجع كده بره خالص، هتروح هنا تدخل على اليوتيوب عادي جدا. دخلنا كده يا شباب على اليوتيوب، بجيب اي فيديو يا شباب انا مثلا
حابب ان انا اسمعه، ده مثلا فيديو 18 دقيقة، فهتلاقي عليه اكتر من 10 اعلانات. بدخل على الفيديو بالشكل ده، بستنى الصفحة اول ما تحمل. تعرفوا انه في ملايين من الناس عم بتداولوا هلا وعم بيطلعوا مصاري. بعد كده شباب هضغط على علامة مشاركة، هيفتح لي تحت كده. هفضل ماشي كده يا شباب في البرامج بتاعتي، وهفتحه عن طريق الـ AD جارد اللي هو البرنامج بتاعنا. بعد كده هيفتح لي زي ما انتوا شايفين الفيديو في البرنامج، هنشوف هيجي اعلانات ولا لأ. عرفني بنفسك. انا اسمي اشتغل يا شباب الفيديو بدون اي اعلانات نهائيا، تمام. اقدر طبعا اجري واوقف وارجع كل الكلام ده كده يا شباب، شغال معايا مفيش منه اي مشكلة كده يا شباب. يبقى احنا قدرنا نشغل فيديوهات اليوتيوب بدون اي اعلانات، تمام يا شباب. نرجع بقى كده للبرنامج الخاص بينا. هندخل بقى يا شباب هنا على الايقونة رقم 3. طيب دي فايدتها ايه؟ دي فايدتها يا شباب ان هو بيجيب لي كل البرامج اللي عندي على الموبايل. طيب لو انا مثلا بلعب لعبة وانا حابب ان انا اوقف كل الاعلانات من على الموبايل بس من على اللعبة دي مخصوص، مثلا انا الاعلانات اللي بتجيلي دي بكسب منها مكافآت وانا عايز اشغل الاعلانات على اللعبة دي، هي دي يا شباب فايدة الايقونة دي. هاجي مثلا على لعبة زي ماينكرافت دي، تمام، هدخل عليها وهقوم لاغي من هنا كده حاجب الاعلانات، هتبدأ ان اللعبة دي تشتغل ويشتغل جواها الاعلانات عشان اربح انا المكافآت. طيب انا عايزها تحجب الاعلانات، فانا هقوم فاتح الزرار ده كده بكل سهولة. بعد كده يا شباب هرجع، ودي كانت فايدة الايقونة رقم 3. طبعا هتلاقي هنا كل البرامج اللي موجودة عندك على الموبايل. هنيجي بعد كده للايقونة رقم 4 دي. ده كده يا شباب التحليل بتاع البرنامج، يعني بيقول لك هو حجب قد ايه وعدى قد ايه وانت استخدمت داتا قد ايه، فما اعتقدش ان الموضوع ده يفيدك. ركز معايا بقى يا شباب في اخر خطوة دي، وهي الاعدادات الخاصة بالبرنامج. اول حاجة جنرال دي سيبنا منها، فلتر دي برضو كويسة يعني بس مش هتحتاجها قوي. الاختيار رقم 3 وده خاص يا شباب بالنسخة المدفوعة، هتلاقيه مكتوب عليها بيت دي نسخة مدفوعة. لو انت طبعا لقيت ان النسخة اللي انت حملتها نسخة مش مدفوعة اتواصل معايا وانا هبعت لك لينك النسخة المدفوعة، وده ان شاء الله هسيبه لكم في اول كومنت مثبت، تدخل على اللينك وتقدر تحملها. هنرجع كده خطوة لورا، والاخيرة دي لو انت حابب ان انت تخرج من البرنامج خالص. طبعا بعد ما زبطنا كل الاعدادات دي، كل اللي عليك ان انت تعمله ان انت تفتح الزرار ده كده، البرنامج شغال معاك بشكل تلقائي 100%. هنا طبعا هتقول له استارت بقى، وكده البرنامج بدأ يحجب كل الاعلانات اللي عندك على الموبايل. هتلاقي فوق ظهر علامة المفتاح كده زي ما انت شايفها، كده يبقى البرنامج شغال معاك 100%. وهتلاقي جنب الساعة علامة الصح، دي علامة البرنامج ان هو شغال. لو انا مثلا هنا جيت دخلت على جوجل، دخلنا كده مثلا يا شباب على الموقع ده، هنشوف هيجيب لنا اعلانات ولا لا. الموقع فتح بدون اي اعلانات نهائيا. لو دخلنا مثلا اهو هنلاقي ان مفيش اي اعلانات نهائيا ظهرت عندنا. وبكده يا شباب نكون قدرنا نوقف جميع الاعلانات اللي بتجيلنا على الموبايل، سواء كانت بتيجي من برامج، سواء كانت بتيجي من التصفح، سواء كانت اعلانات اليوتيوب، وبطريقة سهلة جدا جدا جدا. لو استفدت بقى من الفيديو ده ما تنساش تعمل لي اللايك الجميل، وتكون واحد من اللي هيساعدوني اوصل لاول 100,000 مشترك. ما تستخسرش فيا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واشوفكم على خير بإذن الله الفيديو الجاي.